الحمد لله يعني جد فرح بالفوز ديال فريقي في هذه المقابله. كان لقاء صعب الحمد لله، يعني اخذنا النقاط ثلاث يعني كيف يقولوا من فم السبع، وان شاء الله كنوعدوا الجماهير ديالنا اننا غادي نلعبوا على جميع الاستحقاقات بكل قتاليه وبكل رجوله ان شاء الله باش نجيبوا لهم الحق ولهم الالقاب ان شاء الله. وكنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالهم. انا اللي غادي نوعدهم هو انني غادي نعطي الماكسيموم ديالي، وغادي يكون راه الاشاره في المدرب اي مقابله احتاجني فيها.